أقيم في جامعة بغداد وللمرة التاسعة بازار إبداعات عراقية، حيث تضمن مشاركة البعض من طلبة الجامعة ذوي المهن الحرفية التي تخص الأعمال اليدوية كالخياطة والرسم والتصميم. طبعا الافكار اجتي انه اريد اطلع بشيء ما متواجد يعني بالسوق، شيء غريب. فهو عباره هو شيء كلش بسيط، هو تيشيرت ساده ارسم عليه طبعا بالوان ثابته، او اشتغل هذا الشغل اللي هو فن القص. مثلا عندك هاي صارت هالسنة هنا النقشه، حيطلع لك شيء غريب وبنفس الوقت هو شيء بسيط يعني. الاثنين سوا. شهد هذا البازار إقبالا كبيرا من الطلبة والتدريسيين للتبضع بدلا من الخروج خارج الحرم الجامعي، لما وفره هذا البازار لأغلب احتياجاتهم، والبعض منهم شبهه بالسوق الصغير. اي طبعا اكيد، فشي كلش حلو جديد طبعا بالنسبة لأجواء الجامعة. يعني كل شيء متوفر هنا، نقدر مثلا نشوفه ونقدر نشتري او شيء جديد يعني بالجامعه. يعني هسه طلعنا شوي عن خارج اجواء الدراسه او شيء، ونقدر هم يعني نشارك بيه عادي، يعني مو مشكله. هواي اكو طلاب هنا فاتحين يعني مشاركين بهذا المزار البازار العفو. و اي نعم، هو فتشي حلو مميز ومتعه انه نستمتع به، فتشي جديد هنا بالعراق وهسه دا يصير باكثر من مكان. أنا أطلع على شغلات، أكو أعمال يدوية وأكو رسم و يعني هاي إحنا خاصة نسوالف البنات نقش الحنة و يعني إكسسوارات. حلو، فتشي حلو وتغيير ونستمتع به. طبعا شيء أكيد إحنا راح نخرج من أجواء الدراسة شوية، يقدرون الطلاب اللي طلاب الأقسام، طلاب المحافظات، أو اللي حتى البنات اللي ما يقدرون يطلعن هواية وقتهم محدود، يستفادون من هذا البازار لان بيه اشياء متنوعه واعمال يدويه هوايه. يعني الصراحه فد شيء ابداع وعاشت ايديهم المقيمين منه، وترتيب وشراء. يعني ما وجدناه اليوم لم يقتصر على التصميم والرسم فقط، بل شمل اعمالا فريده من نوعها تمثلت بالحقائب والاكياس والدزادين المانعه للرطوبه. لبرنامج صباح سامراء ابراهيم الدوري، بغداد.